الواحد بيكون سعيد دايما بالتواجد في قناة الزمالك عشان بتديله فرصة يقعد مع يعني نجوم كبيرة في تاريخ نادي حبيبي الزمالك وجيل جميل كابتن محمد عبد الرحيم. لسه حبيبي بنتكلم بقول له كمية لعيبة في نفس الجيل انت ممكن توزعها على 3 اجيال. دي حقيقة. فعلا مبسوط انا معاك يا عطا، ودايما بتشرف بيك اخ فاضل عز عليا، ربنا يخليك يا كابتن. وبرنامج موفق بنحب نتفرج عليه دايما في قناتنا الجميلة، قناة نادي الزمالك وبيتنا، قناة بيتنا يعني. لا زي ما انت بتقول كان جيل كبير، وفعلا يعني الواحد استمتع انه لعب مع نجوم كبار زي الناس اللي كانت موجودة، كابتن حسام وابراهيم وحازم وعبد الحليم ووليد صلاح وجمال حمزه وطارق السيد وطارق السعيد ومحمد ابو العلا نجوم عبد كبار. الحميد، لا لا يعني فرقه كبيره، مدحت عبد هتقعد نقعد الهادي وعبد لبكره نقعد المنصف وعبد نذكر الواحد اليوم واحمد ده. صالح وكابتن ابراهيم حسن، يعني فرقه كبيره جدا 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 يعني. هي الفرقه فعلا كانت مميزه، ومحمد كابتن محمد صبري طبعا يعني عشان ما ننساش حد، ناس فرقه كبيره يعني، وكان على مستوى فرقه ثقتنا ممتازه يعني. وحققنا تاريخ كبير يعني كابتن. طبعا طبعا واشكرك طبعا على شهادتك في حال البرنامج، دي حاجه حبيبي تسعدنا يعني، حبيبي ربنا ربنا يخليك، يخليك. ده مش بس مجامله والله. هخش معاك في حته معقربه شويه. تمام. القصه دي انا كنت بقعد اسمع في اذاعه شباب الرياضه كده في يوم وقت بطوله افريقيا للشباب 2001 دي، ومذيع بيتكلم ماتش الكاميرون وعايزين نشوف ايه اللي مصر هتكسب ولا الكاميرون هتكسب عشان مين اللي ممكن يتاهل، اول تعادل يأهلهم مع بعض. فجاه المذيع بيقول الماتش وقف وقصه كده والجماهير نزلت والدنيا اتربكت. عايز تحكي لي على الماتش ده وبكل صراحه بقى، ايه اللي حصل بالظبط؟ لا هل في والله حاجه بص، كان في اتفاق مسبق لا بص ولا لا، البطوله، ولا عارف اتفاق صامت كده من غير ما يحصل لا مفيش حاجه؟ اتفاق، ما مش هنكلم مين، احنا ولا نعرف نتكلم لغتهم ولا هم، ولا احنا في تواصل بينهم ولا نعرفهم ولا هم يعرفونا يعني، يعني. بس حاسين ان هي ان كل ليه القصه، عندكم لا بص مصالح كل مشتركه. القصه، احنا كنا مع بطوله الامم الافريقيه في اديس ابابا في اثيوبيا، وكان معانا في المجموعه البلد صاحب مظبوط الارض اثيوبيا. اثيوبيا وجنوب افريقيا والكاميرون. مظبوط. فاحنا الماتش كسبنا جنوب افريقيا. جنوب افريقيا وتعادلنا مع اثيوبيا 2-2. مظبوط. حلو. وجينا ماتش الكاميرون، فاحنا عندنا 4 نقط من والكاميرون الماتشين، 4 نقط برضه، والكاميرون برضه كسبت ماتش وتعادل، عندهم 4 نقط، بالظبط. اثيوبيا عندها نقطه. فاثيوبيا احنا والكاميرون بنلعب مع بعض، لازم التعادل يأهلكم مع بعض. التعادل يعني لو تعادلنا هيبقى 5 و5 نطلع بيهم كاس العالم، نصعد كاس مظبوط العالم، مظبوط. وصاحبه الارض ايه؟ تطلع. تخرج. فلازم مصلحه اثيوبيا ان الكاميرون تكسب مصر او مصر تكسب الايه؟ الكاميرون. فرقه مظبوط توقع كده فرقه تبقى بالظبط عشان عندها اربعه تعادل الرصيد. وهو يوصل نفس عدد، والهدف ايه؟ تصعده. مظبوط. فاحنا مالناش دعوه باثيوبيا، خلاص احنا خلاص عندنا 4 نقط وهنلعب الكاميرون، والكاميرون فرقه قويه، والكاميرون عارف ان منتخب مصر منتخب قوي، ففي حذر طول المباراه، في حذر طول المباراه. ما انا خايف اهاجمك، مش 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 اتفاق والله. هم خايفين، انا بنروح على استحياء وهم برضو بيروحوا على استحياء، فمعظم اللعب كان معظمه متمركز في نص الملعب، بنبني هجمه، حسام غالب يستلم من نص الملعب، مش عارف بيباصيلي، مش عارف يعني محمد شوقي، فجمال حمزه قدام بيحاول يهاجم، تتقطع تترد علينا، ندافع نجيبها تاني وهكذا. لكن لم يتم اي نوع من انواع الاتفاق الشفهي او حتى اتفاق يعني، لو انتوا عينكم في عين بعض كده احنا ماشيين الدنيا خالص. بالحب كل القصه هم قلقانين مننا صدقا يعني، والله هم قلقانين مننا واحنا قلقانين منهم. فبصينا في الدقيقه 18 و19 و20 الجمهور بيزوم باللغه بتاعتهم. مش انجليزي حتى، انا وقت يعني لا بيفهم انجليزي، بيتكلم بيزوم واللي بتاع ايه، كان الاستاد مقفول كلهم سمر وسود ومقفول، والحكم تقريبا كان سوداني ساعتها، فكان بيتكلم عربي، يعني فبيزوموا وراحوا مدين ظهرهم ليه؟ للملعب. يعني المفروض هو وشهم للملعب، فراح الجمهور كله لافف مداره، كان نوع من انواع الاعتراض في الدقيقه، كان الاعتراض بالادب في الاول في الاول بعد كده في 18 في الدقيقه 18 فانا عادي مكملين والحكم كمل. فما فيش فرص هنا حقيقيه، وما فيش فرص هنا حقيقيه، كلها مناوشات على الاستحياء. أيوة كرة ثابته، يروح مدافع مطلعها بدماغه تترد، مش عارف ايه، معظم اللعب متمركز في نص الملعب. فهم جم حد يعني مش عارف 27 28 خلاص لقينا فاض بيهم بقى. هي طوفان، انا بضحك لان في موقف اصلا حصل غريب يعني افتكرته يعني او فاكره. نسمعه. احنا كلنا يعني الممر اللي بتدخل منه على اوض اللبس كلنا عارفينه. يعني كلنا عارفينه. فالممر ده في نص الملعب. الممر اختفى عامل الزحمه. لا يعني فاول ما الجمهور بدا ينزل كده على الاستحياء ويعدوا واحد ورا الثاني ورا الثالث، الحكم ايه؟ صفر. ودخل جري على الايه؟ على الممر بتاع الحكام. سابك ومشي. سابنا ومشي، ما هنضرب. فاحنا كلنا طالعين، حسام غالي على اليمين، على مش عارف عليا، على الشوق، مش عارف ايه، اللي يجري انا خدت لي ازازه ميه في كتفي، اللي تجي له في دماغه، اللي بعصايه خشب تروح جايه فيه، يعني كله كان دربكه وهيجه وخايفين ان نضرب او حد يموت فينا، كان هيموتونا فعلا بجد. ده حقيقي. احنا قعدنا في الاستاد 4 ساعات، الامن مش عارف يطلعنا بجد والله، كنا محبوسين فعلا. فدخلنا نجري حلو، وتاخر مين بقى؟ دخلنا الاوضه كلها، واحمد حسام ميدو كله في الاوضه ومحبوسين وخايفين. بندور مش لاقيين شعبان محمود واحمد ابو مسلم. هم عاملين نفسهم الغلابه دول والله. هم بيلعبوا، كان احمد حسام باك ليفت وشعبان سيب باك مساك. فكانوا بعيد عن الممر، الممر كان في نص الملعب هنا. بعيد.
فاحنا بنعرف الجزء الامامي انا كنت بلعب هاف ليفت فساعه ما كنت اسرع واحد الباك اليمين هو اللي يجري على الممر فاحنا كنا قريبين من الممر فاللي لحق يوصل للممر اللي خد له بقى طوق بتاع الطوبه صغيره على على ازاز على بتاع مش مشكله عادي دخلنا الممر دول بقى عامل نفسهم ناصحين قال لك كان في ممر من هنا من الكورنر زي ما زي استاد المحله عند الكورنر كده في ممر صغير في ممر صغير غير الممر بس احنا الممر اللي فيه الاوض بتاعتنا من هنا فقال لك احنا ندخل الممر ده ونلفه منين من ورا من جوه بعيد بعيد عن الجمعه نفسهم صحيين دخلوا من هنا لو الباب مقفول اوف فعبال ما رجعوا خلاص كان الجمهور فين لحق ينزل منه شويه طبعا فمسكوهم عجنوهم اتعجنوا الاثنين اللي بالبوكس اللي بدكت يعني يعني لا يعني كانت مهدله يعني. الحمد لله هم كنا وجبنا محبوسين اربع ساعات المهم في الواقع دي عايز يعني الاتحاد الافريقي خد قرار غبي لان هو اللي يكسب يتاهل اغبى قرار خده لازم واحد فيهم يكسب دي بطوله يعني بطوله ما فيهاش مش 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 بطوله كاس مش لازم اكسب بالظبط بطوله بلعب بالنقط انا فاكر اتعادل اخد نقطه اخسر ما اخدش اكسب اخد ثلاث نقط فاهم فراح واخد كان عيسى حياته عشان كان الضغط عليه انت كاميروني والكاميرون بتلعب فراح واخد قرار قال لك اعاده المباراه في ملعب ثاني بالظبط والمباراه دي لازم فيها اللي يكسب هو اللي يتاهل والثاني بره لا واثيوبيا اتاهلت ولو اتعادلنا ما نلعب ضربه جزاء ايوه بس لازم حد يعني يكسب يعني حد يكسب زي الماتش الكاس زي الباسكت كده يعني ازاي ده احنا ما ضمتش مجموعه ما فيهوش ضربه جزاء نتعادل ناخد واحد ياخد نقطه قال لك لا يتكرر الموضوع ده ثاني فكله بقى في الماتش الثاني حياه وموت يعني لازم لا احنا نكسب لهم يكسبوا هي لو هتمشي مش يعني انا موافقك طبعا يعني بس لو هي هتمشي هفترض ان هي تمشي كده بس يا ريت بقى كله كان يتعمع يعني مثلا الترجي وهو بيلعب الماتش السنه اللي فاتت لما اتفقوا وخرجوه الزمالك لا ده ما هو ده القرار اللي كان يحصل نفس القرار بالشكل ده طالما هتمشي كده هو اتاخد في الموقف ده بس بالظبط يعني ما اتكررش تاني بالظبط كان قدام المنوديه المباراه اللي بتاعت السنه اللي فاتت اللي هي حصل فيها اتفاق واضح ده كان اتفاق واضح بقى مش اتفاق حتى كنا بقى في ملعب بعيد 100 ولا 120 كيلو ولا 150 كيلو ورحنا لعبنا الكاميرون وكسبنا لا ده كان قبلها بقى عايز اسالك ليه محمد عبد الله تم ايقافه ماتش اثيوبيا وهل هو فعلا اللي هو اللي اعتدى على الحكم بقى ولا اللي اعتدى عليه احمد حسام ميدو هو ميدو برضه العارف حسام ميدو ده عفريت مش طبيعي ما راحش وتلاقيه اول واحد جري على الاوضه ايوه ما انا بقول لك حكم حكم مش حكم كانت واحد ست كان في مناوشات في الماتش بتاع اثيوبيا وبتاع وجاي علينا وعمال تحسب ومش عارف ايه ومن مظاهرات راح ضايق عاملها كده في كتفها وراح مختفى اختفى هي بتضير لقيت من محمد مين لا مش هقدر في وشها هقدر غلبان برضه ايه دايما جاي على الغلابه والله ذكريات حلوه ذكريات طبعا فيها يعني دراما لكن كان في ذكريات حلوه بقى اللي هو بقى هو فكره تاهلكم وبعدين كمان الانجاز الكبير في كاس عالم للشباب كابتن الانجاز الكبير ده كابتن مع كابتن شوقي غريب عايز اسالك يعني كابتن شوقي ما كررش انجاز تاني قريب بعد كده هل ليه تفسير لا برضو مع يعني حتى الجيل ده منتخب الاولمبي خد بطوله افريقيا اللي عندنا في مصر في 2019 ده صح مظبوط اقصد يعني كان هدف مده طويله يعني هل تحقيق الانجاز ده كان بسبب ان ده كان جيل استثنائي زي ما انا بقول لك كده زي ما كنت في الزمالك فرقه كبيره الكره امكانيات خلي بالك امكانيات لعيبه بنسبه كبيره يعني معاك امكانيات لعيبه كويسه وانت كمدرب كويس هتعمل فرقه كويسه وتحقق نتائج كويسه كابتن حسن الشحاته مدرب كبير معاه مجموعه من اللعيبه مجموعه تساعده انها تطور من مستواه هو طور مستواه وعمل تيم كبير ما كانش حد بيقف قدامنا في افريقيا دي حقيقه لحد النهارده مش عارفين نجمع منتخب زي ده حتى خلي بالك ان فرقه كبيره مع مدرب كبير يحقق نتائج والظروف استثنائيه قوي يعني مش عارف هل دي كانت ظروف في ظروف ساعدتكم على اعتبار برضو الجيل ده احبطنا شويه بقى عدم التاهل لاولمبياد 2004 كانت نتائج سيئه اللي جدا انا كنت بقول لك عليه بس ساعدت يعني. شويه برضو في الاجواء الارجنتين لا بص واحنا صغيرين كان كلنا بنلعب في انديه صغيره يعني واحنا منتخب شباب صح انا في الترسانه ابو مسلم في مزارع دينا حسين امين في مزارع دينا ابو المجد مصطفى الشرقي دخان رضا شحاته بعد كده انت الوحيد اللي نصفتني رحت الزمالك بقى كله راح الاهلي فاللعيبه دي كلها كانت صغيره وائل رياض ناشئين اهلي ما بيلعبش في الاول جمال حمزه ناشئين زمالك ما بيلعبش في الاول حسام غالي ناشئين سننا ساعتها كان ناشئين 16 17 سنه حسام غالي ناشئين اهلي لسه ما صعدش للفريق الاول ما لعبش فريق اول اول اثنين لعبوا في الاول كنت انا في الترسانه وكان رضا شحاته في المنصوره وبعد كده ابو مسلم في مزارع دين وحسين امين وابو المجد فانا اللي بقول لك ان احنا كنا عطشانين كوره بنبني مستقبلنا لسه طالعين صغيرين عايزين نعمل اسم عايزين نروح انديه كبيره انا جاي من الترسانه عايز اروح نادي كبير عايز انضم لمنتخب اعلى من منتخب الشباب اللي بلعب فيه فكان عندنا طموح بتسعى ليه الطموح مع المنتخب اليوم اختفى ايه؟ كلنا جبنا عربيات انا بكلمك بامانه أيوة وده فكر ضيق محدود بس لما تمر بيك الزمن وتكبر تعرف ان في حاجات كتير فاتتك ما كانش المفروض تعملها ما كان المفروض تقف عند ليميت معين من الطموح كلنا جبنا عربيات
كلنا خدنا عقود كويسه لان عملنا بروفيشنال كونتراكت مضينا عقد محترف على كل عكس الاول كنا كنا هواه يعني انا كنت في الترسانه هاوي ما باخدش عقد كان بيديني مرتب شهري بيبصرف في طول الشهر على نفسي وخلاص ما بوفرش منه حاجه لما رحت الزمالك مضيت عقد احتراف لما جمال حمص طلع عقد احتراف ابو مسلم وليد راحت الاهلي عقود احتراف فبدا الناس تجيب عربيات بدا كل واحد يجيب له شقه فالطموح وقف عند ايه عند المرحله دي كل واحد معاه عربيه والموبايل بتاعه انا مش ده صح بقول لك اللي احنا كنا فيه وده فهم. خطا فهم. عشان الجيل الصغير اللي جاي يسمع شوية. فالدنيا خدتنا مش الكبرياء بس حسينا بنفسنا ان انا بلعب في زمالك باخد دوري عام عارف ايه باخد بطوله افريقيا انا كمحمد واحد اللي جاي من قريه في المنوفيه بيلعب دوري عام مع الزمالك احسن انديه مصر والغيري بيلعب في الاهلي احسن ناديين في مصر فالطموح هنا ده ايه تشبع وده خطا كبير مننا في السن ده يعني كنا عايزين قرصه ودن وكان عايزين حد يفوقنا في الفتره دي احنا كان جيل كويس جدا وكان جيل خلي بالك اللي هو حرب ساعتها رئيس الاتحاد كان بيقول لك المنتخب بتاع الغريب بتاع البرازيل كاس العالم ناخده منتخب اولمبي يلعب هيبقى وصل ل 20 و21 و22 يلعبوا مع كابتن الشوقي برضه هم نفس الجيل كملنا منتخب شباب منتخب اولمبي لحقنا يعني ونكملوا كده وناخد منهم نصهم او الناس المميزه فيهم المنتخب اول فكان ده الفكر شايفين فينا يعني حاجه كويسه شايفين فينا بذره كويسه فده كان الاتفاق فاحنا خذلناهم في موضوع منتخب اولمبي الاسباب اللي انا قلت لك دلوقتي طبعا دي نصيحه مهمه قوي للناشئين ما تحاولش توقف طموحك عند حاجه نصيحه غاليه من كابتن محمد عبد الواحد اللي هنواصل معاه الحوار باذن الله برضه هننتقل بقى للزمالك لكن بعد فاصل صغير كده من فن ونرجع لكم تاني مع فن وهندسه ونرجع لكم تاني مع فن وهندسه والقسم الاخير من حلقتنا النهارده اللي بنواصل فيها حوارنا الثري واللطيف جدا مع كابتن محمد عبد الواحد نجم نادي الزمالك السابق اللي بقى هنروح بقى معاه نسيب منتخب الشباب شويه ونروح لنادي الزمالك نفسه كابتن انت اول موسم جيت فيه نادي الزمالك كان الزمالك بطل الدوري بدات الموسم بشكل كويس جدا دور اول تحفه كره هايله كره قدم هجوميه رائعه جدا بعد كده حصل الانهيار عايز اعرف منك ايه في رايك ايه اسباب الانهيار ده وايه رايك في مدرب زي اوتوفيستا بشكل عام يعني بص هو توفيستا كان مدرب هجومي هجومي بحت وكنا ساعات بيدخل فينا اجوال من هجمات مرتده وكده ما كناش في حته دفاعيه في احسن حالتنا يعني ما كانش في حته يبقى انت عارف الكوره برده محتاجه زي ما بتهاجم بتدافع ويبقى في بالانس في توازن بين الحته الهجوميه والحته الدفاعيه فهو كان دايما يلعب بثلاثه ورا ويطير الباكين كانهم ونجين ويطير مثلا ما بيوقفش غير تامر عبد الحميد بس والاثنين بتوع نص الملعب اللي بيلعبوا جنب تامر سواء انا سواء كابتن حازم سواء طارق سواء اي حد او سواء بلاله برضه طايرين وعندي اثنين فراوده سواء كابتن حسام معانا لقطات من الموسم ده كابتن حازم كابتن حليم فاهم فده في المنصوره وده في المصري الهجوم في المصري فكان الحته الهجوميه عندنا كبيره جدا على حساب الحته الدفاعيه فكان بيحصل لنا مشاكل جدا وبنفقد نقط سهله جدا في حته عدم الالتزام الدفاعي من بعض اللعيبه ومعظمنا ما كانش في الحته الدفاعيه احسن حاجه يعني دي كانت شايفه ضمن الاسباب الرئيسيه بيدي حريه كبيره قوي يعني هو ده فعلا انت بتتكلم على المرتدات احنا يعني تلقينا الكثير من اهداف الشهير جون مثلا بركات في الاسماعيلي جون في ماتش الاهلي جون في ماتش كتيره دفعنا الثمن بسبب الكره الهجوميه الزياده دي يعني لكن بعد كده لما رحنا في موسم كنا اقوى دفاعيا بقى تحسننا مع كبران كنا اقوى دفاعيا كنا الكريزه ما كملتش كده في دوري الابطال السنه اللي بعدها يعني كسبنا دوري الابطال في 2002 دوري الابطال 2003 احنا كنا فريق قوي جدا خسرناه بسبب مباراه يعني لو اتكررت 1000 مره هنكسبها مباراه سيمبا التنزاني حتى انا فاكر كويس قوي الكوره اللي بتاعتك اللي دخلت جول واتلغى جول رسمي للعربون اصلا الجول ده مش بس رسمي فيه حاجه غريبه يعني لو حد فكر فيها بس الكوره لها هندسيا فيزيائيا ضد قوانين الفيزياء ما فيهاش حاجه انا قطعت تعال نتفرج كده على اللقطه وانا حطيتها جت في القائم البعيد بالظبط وتردت ازاي هتخرج وتدخل في القائم انا مش قادر هتدخل يعني هتطلع من بره وتلف ازاي هتعمل يعني انت لو لعيب ايمن ممكن لكن لو لعيب اشول مش هتيجي الشمال معناها الكيرف تطلع لبره مش يعني مستحيل تطلع وتدخل لا صعب جدا طبعا. الكره كان هدف 100% في وش شك يعني واحد من 100% يعني حاجه في منتهى الغرابه والعرجون يعني ايه دايما لما بس هو لازم زمان رفع له العرجون ما عندوش مشكله لازم رفع له بس هو المفروض لاين شيك برده جت في القائم من تحت مش من فوق المفروض انا استوعب ان الكره دي مستحيل تطلع بره بس الخطوط والحاجات دي تبع لاين زمان فهو هو ما خلي بالك كمان في ضربه جزاء شيكابالا في الشوط الثاني او يمكن شيكابالا وقعته كانت ما تحسسش الحاجه من ضربه جزاء لكن واضحه الشده جدا يعني بص المدافع دخلها في نفسه طبعا لكن وكلنا استغربنا كنت متحسرين على المباراه دي لا يعني حكم زي العرجون ده يعني مشهور باحداث تانية لكن الماتش ده منسي يعني المباراه الزمالك كان ممكن جدا يحافظ على اللقب بتاعه رسمي يعني اتلغى وما كانش ليه اي يعني
ما كانش ليها مبرر بصراحه يعني، استغربنا كلنا وكان لا حاجه حاجه محزنه يعني بصراحه. طب كابتن محمد انت بدات بدايه قويه جدا مع الزمالك واستمريت اكتر من موسم، تالق كبير جدا واهداف رائعه ومساهمات هجوميه ودفاعيه لا يمكن لاحد ان هو ينكرها، لكن بعد كده تحس الوقت الدور بدا يتقلص شويه مع الوقت، ايه رايك يا كابتن؟ عشان كده انا مشيت يعني، عشان كده انا لما لقيت نفسي مشاركاتي قليله بعد ما كنت لعيب اساسي في فرقه، وكنت بعد ما كل الناس بيعتمد عليا اوتوفيستر وكابرال وفنجادا، بدات مع كاجودا وبدات مع دراجوزلاف، جابوا دراجوزلاف وكان الفرقه بدات تنهار نتائج على المستوى، النتائج ما كانتش كويسه وبدات يجيبوا لعيبه صفقات ما كانتش على المستوى المامول، بدا الفرقه يدخل على عناصر مش الليفل اللي الواحد اتمرن معاه ولا لعب معاه، مش الليفل بتاع كابتن حسام وكابتن ابراهيم وكابتن حازم. طب كان تفسيرك ايه ان الدور بتاعك تقلص حتى رغم ان جوده الفريق كل قلت. كل مدرب جه وبيجيب لعيبه جديده وبيجيب لعيبه جديده، فانا جايب انا اللي جاي وجايب لعيبه جديده فبلعبها فبيديهم فرص على حساب ناس كتيره الناس اللي قدام، فلقيت نفسي مشاركاتي انزل 20 دقيقه انزل 15 دقيقه في الاخر ومشاركاتي قلت، فخلاص قلت بقى ان انا خلاص دي لا ده الموضوع يعني وصل في لحظه كده ما ان بوكير اقنعك في مباراه الترجي في 2005 انك تلعب باك يمين ازاي تقبلت حاجه زي كده؟ عشان ما لسه كنت بقول لخليفه دلوقتي ان اكتر مدربين يعني كانوا واثقين فيا كان اوتوفيستا رقم واحد وبوكير رقم اثنين، الراجل ده كان بيحبني جدا والثقه متبادله بيني وبينه وانا بحسها فيه كمدرب يعني مش بقول كلامه خلاص، الراجل ده كان بيحطني في اي مركز العب، كان يجيبني عنده الاوضه بالمحاضره بالنص ساعه والساعه الا ربع يفهمني واجبات مركزي وان انا احطه في المكان ده ليه؟ يعني كنا بنلعب الاول بثلاثه، كان بيلعب بثلاثه مدافعين هو عشان الحته دي بقى اروح على يمين عشان ادخل لجوه الشمال وابقى على شمالي، فهو كان بيقول انت مميز بالشمال انا هلاعبك يمين هلاعبك كوينج مش كباك، هو على الورق هيتقال كباك بس انا عايزك تهاجم تديني دور هجومي 100% حلو، ومدحت عبد الهادي او وائل الاباني هيغطيك، ده ماتش الترجي تقريبا ما هو انت نلت مكافاتك بقى ان انت سجلت هدف من كورنر من كورنر كويس انك فاكر، تعال نتفرج برده على الجون ده معانا المفروض يكون معانا ان شاء الله. انا فاكره جايب انا جبت في منتخب الشباب جول من كورنر بس ماتش ودي، وجبت مع ليرز في ماتش رسمي جول من كورنر مظبوط فعلا الحمد لله يعني انا بحطها جامده، انا رجليها في الكوره الثابته قويه، وده الحارس ده خلي بالك حارس منتخب كوت ديفوار جان جاك تيزي حارس كبير واسم كبير وكان حارس منتخب كوت ديفوار، كان منتخب كوت ديفوار كان قوي جدا في الفتره دي دي حقيقه، فانا كنت الحمد لله مميز في الكرات الثابته كنت دايما بلعب احب العبها يعني بشوطها في اتجاه الجول مدافع يلمسها جون يلمسها ودخلها في نفسه دربكه مهاجم عندنا يلمسها ودخلها في نفسه، اعمل دايما مشكله للحارس في الحته دي ممكن تلف معايا زي ما لفت كده كان هو حارس كنت فار في 2006 زي يعني. زي ما زي ما زي ما لفت كده العبها على الـ على الـ على القريبه تلف معايا البيت وتدخل زي ما زي ما زي دي بالظبط بالظبط تربك الحارس توفيق تربك الحارس حد يلمسها فانا كنت حاضر كنت مميز جدا في الكرات الثابته يا كابتن صراحه يعني. لكن انت كابتن بعد ما تركت الزمالك جالك اكتر من عرض اخترت الدراويش نادي الاسماعيلي، احكي لي الكواليس دي ليه اخترت النادي الاسماعيلي؟ طبعا قيمه النادي الاسماعيلي في الوقت ده كمان هو دلوقتي نتمنى ان يعود لسابق عهد يعني، لكن الاسماعيلي عشان الاسماعيلي نادي كبير، تاني حاجه علشان بوكير زي ما قلت لك كان واثق فيا مشي من الزمالك راح الاسماعيلي راح الاسماعيلي، فاول واحد طلبه بالاسم كان انا وكلمني بالتليفون وكابتن النحاس كلمني مستر بوكير عايزك في الاسماعيلي وبتاع، وانت مشاركتك السنه دي اخر سنه مع الفرقه قليله بتنزل ربع ساعه تنزل ثلث ساعه وبتاع، ومستر بوكير هياخدك يعتمد عليك اعتماد ايه كل يعني اعتماد رئيسي، وكان بيحبني جدا وانا عندي ثقه فيه ثقه عمياء يعني كمدرب بس في ثقه عمياء يعني زي ما ذكرت من شويه كنت حاسس ان المشروع هناك في اسماعيلي كويس ف واللعيبه كانت كويسه طبعا اسماعيلي كان ساعتها مش يعني اسماعيلي دلوقتي اسماعيلي كان اسم كبير جدا او ما زال اسم كبير دايما طبعا اسم كبير لكن اقصد كان عنده مجموعه لعيبه كواليتي من اللعيبه يعني عبد الله السعيد وحسن عبد ربه وحمص وهاني السعيد ومحمد فضل واحمد سمير فرج ومعتصم السالم وشريف عبد الفضيل وعامر شفيع من الاردن ومصطفى اللي هو بتاع العراق مصطفى كريم العراق كان فرق كان فرق كبيره جدا وعمر جمال واحمد الجمل واحمد فتحي يعني كان فرقه قويه جدا اختيارك للفريق كان دايما فيه تركيز في حاجه زي الفرقه لعبت كوره وانا الحمد لله كورتي كويسه هتساعدني ان انا اعمل حاجه كويسه مع الفريق ورايح نادي كبير برضو اسمه كبير طبعا نادي في مصر مش هنزل مش هبقى في دروب جامد تاني حاجه رايح على مدرب هو واثق في امكانياتي وهيلاعبني وهيديني كل الصلاحات اللي في اللعب وهيخليني ابقى في ابداع في اللعب بيديني حريتي في اللعب كويس انك تدرس دايما الخطوه اللي بعدها لان انت واضح انك درست خطوه جديده لما قررت ان انت تحترف كنت من ضمن المجموعه اللي راح تحترف في بلجيكا مع نادي ليرس انا معاول الناس مهندس ماجد سامي دي حقيقه فعلا انا واحمد سمير بكره بتاع زمان انا عايز اسالك ليه خدت خطوه الاحتراف دي وانت في سن يعني في العادي كبير بالظبط يعتبر كان كبير انا حصلت كان عندي كان عليا اتعلمت ايه في حاجه زي في التجربه دي لا هي تجربه كبيره وفي فرق شاسع بين هنا وبره يعني احترام يعني في اي دوله اوروبيه وصعدته مع النادي للدرجه الاولى كان ليا دور كبير وكنت مساهم في جاب 15 هدف في سنه الصعود وعامل 8 اسيست او 9 اسيست فكان ليا مساهمات كبيره جدا مع الجمهور والجمهور كان بيحبني
تاني جدا واسال كل الناس اللي راحت هناك يعني، وعندي فيديوهات تبين لك ده جاب اهداف كتير يعني. احنا عندنا احنا فيديوهات لا مش محتاج تجيب لنا فيديوهات، احنا عندنا جاهزين بتلاقي مميز جدا، والجمهور كان بيحبني جدا، والجمهور اداني ثقه، والناس كانت يعني الحمد لله من الاولاد الصغيرين ناشئين النادي للجماهير، جميل، كل الناس كانت بتحبني. فعملت عملت اربع مواسم في بلجيكا من احسن اربع مواسم ليا يعني. اللبس عموما كان نادي معروف بجد، نادي معروف نادي جماهيري يعني، كان عنده زيزو جاب زي قبل كده بعدين بعدك فتره بزيزو في رامي بن سبعيني، الناس ما بتبقاش عارفه ان رامي بن سبعيني هو اكثر لاعب يعني وصل قيمه انتقال او قيمه يعني هو ممكن جدا مرشح انه يروح بروسيا دورتموند، هو في بروسيا مونشنجلادباخ موجود برده، حتى حسام غالي برده لعب هناك في رأي ده فاول، وحسين ياسر المحمدي ودودو جبار انت كنت شايف ان هو نموذج ممتاز، نموذج ممتاز وتجربه يشكر عليها مهندس ماجد سامي يعني، ان اثر الدوري البلجيكي بلاعبين مصريين كتير يعني. لما تبص يا كابتن لمشوارك ككل كده، عايز اقول عايزك تقول لي ايه اكتر نادي كنت سعيد فيه، وايه الخطوه اللي لو رجع بيك الزمن مش هتكررها؟ بص اكتر نادي كنت سعيد فيه، مش عايز اقول كلام عشان قناه الزمالك، قناه الزمالك طبعا لان ده انا بحس انه بيتي. فاكتر نادي اداني الامان والاستقرار الفني والثقافه والخبره وتأني كلاعب، انا رايح الزمالك 20 سنه ماشي 25 سنه، قعدت فيه 5 سنين فكان افضل فتراتي والفتره كنت واقف فيها على رجليك في نادي الزمالك، اداني حاجات كتير جدا، شهره وجماهيريه وخبره، وكنت بلعب مع لعيبه كبار وتلعب مع فريق كبير بيعلم منك، انت بتلعب مع فريق كبير ولاعيبه كبيره جنبك في ملعب مميزه ولاعيبه مستوى عالي، الليفل بتاعك والمستوى الفني بتاعك بيزيد، فهم خدوني الحته فوق يعني، اللعيبه دي شدتني لبوزيشن ومكان اعلى. فانا بالنسبه لي طبعا الزمالك هو رقم واحد بالنسبه لي كخطوه. الخطوه السلبيه اللي اتعلمت منها اللي كنت بقول دلوقتي ان انا كنت صغير وان انا ما صبرتش، ما قاومتش ان انا ما بلعبش، فاكيد المدرب شايف فيا ديفوهات، شايف فيا حاجات، ما اعرفش كلمه المدرب ايه اللي ناقصني واشتغل عليه. لو رجع بيا الزمن دلوقتي تاني هروح على دراجوزلاف ادخل عليه الاوضه اللبس بتاعته واقول له مستر دراجوزلاف ايه اللي ناقصني؟ انا كلاعب كوره انت مش بتلعبني ليه؟ ما حصلش مني ده، انا خدت القرار السهل، عارف اللي هو ايه؟ اول قرار يجي لك سهل كده بالسهل ومشيت. يعني فاهم قصدي؟ وده كان غلط، لاني انا لما كبرت واحترفت وسافرت ودلوقتي بقى بتكلم بلغه مدرب، لا الفرق شاسع، ان انا كنت اكمل مع الزمالك مش 5 سنين، لا ده 10 سنين و12 و13 و14 سنه، وحامل معاهم بطولات عشان يبقى تاريخي اكبر من اللي انا حققته ضعفين. تاريخك كافي مع الزمالك طبعا. تاريخ اكبر كمان وتاريخ مشرف اكتر، لان انا استسهلت ومشيت. لا لو رجع بيا الزمن مش همشي من الزمالك. دي حاجه يعني يسعدني ان انت كانت اجابتك هي نادي الزمالك زي ما اسعدتنا في لقطات كتيره يا كابتن. خلي بالك في لقطه واحده قبل ما نقفل بسرعه، بس انا عايز اسمع منك حاجه، هسالك سؤال صغير دي حاجه عشان هم بيصرخوا فيها انا نقفل، بس انا عايز اسالك بقى اختبر ذاكرتك، انت سجلت جول واحد ضد الزمالك، فاكر الماتش والنتيجه؟ مع عواد دجله ضربه جزاء وكان ميدو هو المدرب. لا ده انت ذاكره حاضره ما شاء الله في موسم 2013 2014. كابتن عبد الواحد، كابتن محمد عبد الواحد نجح في الاختبار يعني، بس هم للاسف بيصرخوا فينا عشان الوقت انتهى. انا سعدت جدا بيك يا كابتن محمد خليفه، برضه كان سعيد يعني شرفتنا في فن وهندسه، ويا رب ما تكونش اخر مره يعني. جميل وقناه جميله طبعا، انتم موفقين دايما، ربنا يخليك، ربنا يكرمكم ويحفظكم دايما.